لكن في الوقت ذاته تصل إن نقص الخدمات لمراكز الثلاسيميا والأمراض المزمنة، عدم إجراءات وقائية احترازية في أغلب المستشفيات اللي يتم استلام الدم وغيرها من خلالها، عدم وجود ثقة غير واضحة. لذلك إحنا قررنا بعد الاجتماع مباشرة نتجه إلى مستشفى الديوانية العام. ليس من المنطقي بطانية ب5,025 دينار، ولا من الصحيح أن نتاجر بصحة المواطن على حساب فلان جهة وغير جهة. بهذا الحماس بدأ المؤتمر الصحفي لثلاثة من أصل 11 نائب يمثلون الديوانية في مجلس النواب العراقي، حيث توضحت في كلمات بأن هناك تقصير واضح في أداء وإدارة خلية الأزمة التي تقود الوضع الصحي في المحافظة في الظرف الراهن. ولم يخفوا بأن الأمر يتطلب جهدا مضاعفا من أجل تغيير الواقع الإداري برمته، والذي سينعكس على واقع المدينة بشكل عام. كل من يسيطر على القطاعات الخدمية اللي بها أموال تدار من الأحزاب في داخل المحافظة. خلينا نكون واقعيين، هذه الأحزاب إحنا اللي هنا نقول تعالوا وقفي، عندكم رؤساء كتل سياسية إحنا جايين جابهم جهارا نقول له تفاسد. فإحنا اليوم ابن محافظتي من ما يجي يلقى شيف، من ما يجي يلقى تعقيم، من ما يجي ما يلقى مغذي، أنا أتحمل المسؤولية. الوصولات التي ما أنزل الله بها من سلطان، المليار اللي تم تخصيصه إلى محافظة الديوانية وإلى دائرة صحة الديوانية وهو حصري لمكافحة فيروس كورونا، نسبة المشتريات وأنواع المشتريات لم تكن بالمستوى المطلوب ولا للإجراءات الوقائية. يعني أنا شفت البطانية 5,000 مسجلة 25,000 دينار. كما تحدثوا وبشكل معلن على أن رأس الهرم التنفيذي قد عطل صلاحيات المعاونين والمستشارين له، واعتمد أشخاص آخرون في التعامل مع مختلف الملفات مع الدوائر الرسمية. المحافظ عنده 7 مستشارين وخمس معاونين بالقانون. كليتهم بالقانون بدرجة معاون مدير عام، عندهم صلاحيات واسعة. احنا قاعد نشوف في هذه محافظتنا هذه العناوين معطلة، وهي مشكلة. لجان المتابعة مفعلة، ولجان المتابعة معطيهم صلاحيات كأنه صلاحيات عضو مجلس نواب. مؤتمر لخلية الأزمة بذات اليوم انتظرناه لأكثر من 2.5 ساعة لنسمع تبرير المحافظ للاتهامات الموجهة إليه بأن ما أثير حوله هو مجرد إثارة وتعقيد للوضع أمام الإعلام ليس أكثر، وسيقاضي من يثبت بأن من وجه له اتهام ليس به أي دليل أو إثبات. التحقيق الأولي أفضل. شنو تتمنى سيادة المحافظ؟ أتمنى أنه هذا يكون جانبه هو صحيح، أن يكون جانبه هو ما يقول صحيح، وإذا كان غير صحيح فسيعاقب الشخص القائل قانونا. هاي عملية الغرض من عدها أنه نجاحنا خلال هاي الفترة في إدارة خلية الأزمة وعملية التسقيط المباشر ما هي إلا دعابة إعلامية لهم. ترد الصحي في المحافظة ليس خليقة اليوم، وممكن اليوم أفضل من ما كان، ويمكن أنتم لاحظتوا هجومنا على التردد الصحي الموجود. فكان الأجدر بالنائب أن يقدم تقريره أفضل مع أنه يكون إعلاميا. نواب أكدوا أنهم في متابعة مستمرة للواقع الصحي في المحافظة رغم اجتماعهم الذي افتقد حضور بقية زملائهم، والمحافظ ردوا بشكل واضح بأن ما يثار محاولة للتقليل من جهود خلية الأزمة في تحقيق الاستقرار في المحافظة. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.